داس عندي 2018 بخير. ايوا كعرف هي دي او دي با، كان حوايج زوينين، حوايج اللي كنا شويه خايبين، حوايج خايبين وواحد السيد نصب عليه واحد نصب عالميه فواحد المحل هنايا. ابري كل واحد مشى بحالاته، ماشي مشكل. وبغيت نقول الناس ترد بالها، سيرتو ما يدخلوا في شي انافير الا ما كانوش الاوراق ما تدخلوش. بار كونت حوايج زوينين، جيمي زافير كي ماشي تري بيان، عندي كيما نقولوا الاستقرار في حياتي الزوجيه، رضات الوالدين، فوالا عندي بنتي حتى هي راه في لا بريمير اني دو ميديسين، صافي بليزير. كنبان لك كبير صغير ياك، لا راه كبير خوك. 2018 بعدها كنا في بالنسبه للموسيقى كنا درنا عدياني كالما اللي لقات واحد النجاح، درنا شوكولا، درنا اغنيه ديال كورازون اللي حتى هي نجحت وعجبتني، ودرنا اغنيه ديال بومبا. ودابا في 2019 عندنا ديو انا ومحمد بن شناد في الجزائري اللي غادي نطلقوه في 2019 ان شاء الله. راس العام ما كذبش عندك، انا جي لاسبان مي جو كخوا المهم غادي نبدل بالمغرب، مي بور لانسون عندي لاسبان. لا لا، كل مره فين كنخدموا، خدمت واحد الخطره في الجزائر، خدمنا في الاسبان، في الطاليان، في هولندا، بلجيكا، فرنسا، سا ديبو كل عام وفين كنخدموا، في كل مره وفين كيكون المكتوب. لا 2018 ديما الجديد، ديما كيكون الجديد مع الاغاني، مع الجمهور، مع هذا كيكون الجديد، كتعرفي الناس جداد وكا ديما كيكونوا الزوينين والخيبه، راه هذه هي الحياه. 2018 مهم، دازت فضائح في المغرب، كل شهر فضائح اكثر من الغنى، كاين ولا ما كاينش؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.